عندما رحل السلام عن بلاده قرر أن يحمله في حقيبته رسالة ضمن رسائل عدة قام دانيال عيسى المصمم السوري بطباعتها على خط أحذية لاقى رواجاً غير مسبوق في فرنسا. المصاعب التي واجهته، التحديات، كيف تغلب عليها، جميعها سنتعرف عليها من خلال لقائنا معه اليوم. دانيال المصمم هو شاب بسيط درس وتخرج من سوريا من دمشق، ووقت اللي طلع على أوروبا كان في حلم الطفولة هو أني أنا أكون بيوم من الأيام بباريس، لأنه اشتغلت كمقدم وكنت أحكي دائماً عن أسبوع الموضة وعن المصممين، وكان بالنسبة لي حلم، ممكن حلم كتير صعب أنه هل بيوم من الأيام أنا حكون بباريس وينحكى عني؟ لأنه نحن هلأ صرنا بسنة 2018 وكل سنة بنسمع كثير عن World Peace، السلام العالمي، السلام العالمي، وللأسف لهلأ لسه ما شفنا شيء من السلام العالمي. فبتمنى بهالرسائل الصغيرة اللي حطيتها بقلب الأحذية اللي عم أصنعها تقدر توصل للعالم لحتى تذكرهم بس شوي بأنه لازم يوم من الأيام يجي ونقدر نوصل للسلام العالمي. بشكل عام نحن كديزاينرز، كمصممين ازياء او كفنانين بشكل عام عرب بنجي لهون على اوروبا، بنحاول انه نورجي، ما نخفي الطابع يلي نحن عنا اياه، يعني الطابع العربي او الشرقي اللي موجود عنا اياه بدنا نحاول نورجيه، بس بطريقه لازم نتاقلم مع المجتمع الاوروبي، وبالنهايه نحن حنبيع وحنبيع للعالم اجمع، ما حيكون الزبون بالعالم العربي او امريكي او المفروض نعمل برودكت بالنهايه منتج نقدر نبيعه لأشخاص متعددة الجنسيات ويكون منتج يعجبهم مثل ما فينا نقول بالنهاية. المصاعب والتحديات هي اللغة. الشيء الحلو هون بفرنسا أو بالبلدان الأوروبية بشكل عام إنه في بينظروا للموهبة كموهبة.